السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى أقول لكم على طريقة حلوة للبطاطس وهتاكلوها، وينفع يتعمل شاورما بطاطس. أنا دلوقتي قشرت البطاطس وخرطت توم باودر مع بصل باودر مع بضاية مع حبة نشا، وحطيت لهم كركم بس مش كتير طبعا، وهو هنزله قدامكم عليهم وهنقعوا فيهم. حطيت لهم كمان توم وفلفل أسمر. بعد كده ايه، هنقحف البصل، هنقحف الخلطة دي، وبعد ما احمرها في الزيت اوريها لكم طبعا تشوفوها، واوريكم انا هعمل بيها ايه. طبعا انتوا شفتوني دلوقتي اما انا عملت طبعا البطاطس، فدلوقتي اوريكم العيش اللي انا عملته اهو. طبعا ده كاتشب، ودي العجينة، عجينة البيتزا عادي نستخدموها لايه الشاورما. بصوا انا حشيت دلوقتي، هحط لكم في الحشو. طبعا دي شكل البطاطس بعد ما اتقلت، بصوا كده. نحط عليها زيتون، حطوا زيتون. الزيتون هنحط عليها كمان موزاريلا. وهنحط على الموزاريلا ايه تاني، جبنة تركي. بص الجبنة التركي. وبعدين هنروح قافلينه كده من هنا، وقافلينه من هنا، وبعدين هنروح دانينه كده كده، وبعدين هنلفوه كده كده طبعا كده. طبعا طبعا العجينه المفروض زياده بنقطعه منها شويه عشان ما تبقاش تخينه في الفرن يعني اهو. انا طبعا كده وريت لكم بعد ما اتعمل، هخلص الباقي وهوريكم بعد ما يستوى عامل ازاي. دلوقتي طبعا انا بعد ما خلصت حشو كده ورشيت عليه حبه البركه عشان ربنا يزيدني بركه، وان شاء الله كده وشي كده ايه، وشي كريمه. او لو عندك وشي لبن ولا حاجه حطوا برضو عليها، بيبقى بيديله كده طعم حلو. وطبعا انتوا شفتوني لما عملته، هدخله الفرن بعد ما يستوى طبعا اوريه لكم. يلا بينا ندخله الفرن ونشوفه بعد ما يستوى. تاني رجعنا لكم تاني بعد ما استوى، قولوا لي ايه رايكم بقى. ده سندوتش بطاطس شاورما، هو عمدا مش مكلف خالص يعني، بطاطس عادية مقلية وعادي عجينة يعني نص كيلو دقيق يعمل لكم كل ده. وحبيت عندكم بقى جبنات، عندكم اي حاجة في البيت ممكن انتوا بتحبوا، شو ايه رأيكم قولولي. يعني الشندوتش الشاورما ده مش واقف 2 جنيه مثلا، ماشي. انا بعمل لكم الحاجات اللي هي مقتصدة، اللي هي سعرها يعني سعرها ينفع مع الناس يعني، مش حاجات غالية. قولوا لي ايه رايكم برضو. ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم، ولو عاوزين حاجات تانية كتيره انا عندي افكار كتيره وكلها مبسطه، حاجات مش غاليه خالص، حاجات اللي هي تنفع مع الناس. ولسه هتشوفوا حاجات معايا اكتر واكتر. وكل سنه وانتم طيبين. على فكره الشندوتشات دي تنفع عشان المدارس، عشان المدارس برضو انا هعمل لكم حاجات، هعمل لكم العيش الفينو عشان المدرسه، وعامل لكم حاجات ايه ممكن حاجات برضو ايه محشيه برضو توفر معاكم، بدل ما تصحوا الصبح تعملوا حاجات لاولاد والكلام ده كله، يعني تبقى حاجه تبقى كامله، وتصحوا مجرد ما تعبوها بس في اللانش بوكس يعني، حاجات ايه حاجات مفيده كمان. وممكن كمان هعمل لكم حاجات حلوه ان شاء الله، فانتظروا معايا اللي جاي احلى. مع قناه القيم والاخلاق مع ادهم ايمن، ومع السلامه.